السلام عليكم. في اطار موضوع الاطباء مره اخرى راه غندير معهم لايف ان شاء الله. سمعوا هذا الفيديو تال الاخر. كنطقى بزاف واحد الفيديو ديال الصحفي المحترم الزميل اشرف بن المدن اللي عزيز عليا واخا ما كنعرفوش شخصيا. صادف واحد الطالب. هذاك الطالب كيقول ليه لا حنا الناس اللي كيهضروا على المشكل ديال الهجره حنا راه يمكننا نمشيو من بروميير اني من دوزيام اني من تروازيام اني من كاتريام اني هلو مجره. وشكون هو البلد الاكثر استقطابا للاطباء؟ قال لي اشرف المدن كندا. قال لي اخر لا 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 المانيا هي الاكثر استقطابا. سولناهم تصنى بهم قال لنا سيدي انا قصك عندي 16 نزيدو ليك. انا السؤال اللي عندي علاش الاخمني عندك مشكل داخلي انت مع وزاره التعليم العالي في المغرب ومع الجامعه ديال الطب غتسول المانيا؟ جاب المانيا للهضره باش انت غتسولها. هذا بالنسبه للهضره ديالك خطا في التواصل. وانت كتعترف بان المانيا تستقطب بانه عندنا مشكل ديال الهجره ديال الاطباء. فما كاينش مغالطه في هادشي، هذا واقع كنعيشوه في المغرب انه بزاف ديال الاطباء كيزدحوا الباب وكيزيدوا لقدام. اذا ملي كتجي تقول انت سولنا المانيا وانا اللي كنطرح عليك السؤال دابا، علاش غتسول المانيا؟ وني عارف انت المانيا دايره الاستقطاب، واش كتظن بانه على ود عينيك الكحليين وعلى ود البشره السمراء ديالك ولا على ود الفورما ديالك؟ المانيا كتاخذ واحد الناس وجدوك في واحد البلاد تخسروا عليهم زباله ديال الفلوس، كنعاود نقول نفس الهضره وكديهم. اذا ما كايناش مغالطه في الهضره اللي قلت. هذا كاين واحد الخطر على الطبيب المغربي. وكيقول لك حنا الا بغينا نقراو برا غنمشيو لبرا من الاول، سير اخويا لبرا من الاول ما كاين حتى شي مشكل. ولكن ملي نقولوا بانه كاين واحد التخوف عند الدوله من انها كتستمر في المواطن المغربي وهذاك المواطن اللي هو اللي المفروض ينفعنا كيمشي، شكون خليته لنا؟ وعلاش غتسول المانيا؟ انا غندير لايف معاكم وقولوا لي علاش غتسولوا المانيا؟ صافي قبل داكشي هادي ديني منيا كنهزها اقسم بالله العلي العظيم. من نهار ديت انستغرام، من نهار ديت كندوي في فيسبوك، ومن نهار ديت كناخذ اي موقف من المواقف ديالي، ما عمر شي واحد من الحكومه المغربيه ولا شي وزير ولا شي مستشار ما عيط ليا قال لي نقول شي هضره، وما عمر تطلب مني انني نقول شي هضره. ودائما ما كندير الفيديوهات اقسم بالله العلي العظيم الا بحالي بحالكم كنبقى نتسنى رده الفعل، شي واحد يكعر، شي واحد يعيط لي في التليفون يغوات، شي واحد يرفع دعوه قضائيه. فملي غنهضر على هذا الموضوع ديال الاطباء، هذا الراي ديالي ممزوج بكل المعلومات اللي قدرت ناخذها من مصدر حكومي موثوق وكذلك من الاطباء اللي دايرين الاضراب ديالهم. مفاهمين؟ من بعد غادي تسمعوا هذا الشيء، غتعجنوه في راسكم مزيان، غتفكروا وغادي تقدروا في التعاليق تعطوني الراي ديالكم. شنو الاصل ديال المشكل ما بين الاطباء والحكومه المغربيه؟ المشكل هو انه الحكومه المغربيه بعد بحث قررت انها تهبط عدد سنوات الدراسه من 7 سنوات الى 6 سنوات، على اساس ان هناك العديد من الدول المتقدمه اللي عندها 6 سنين ديال الفورماسيون. شنو المشكل اللي هبط عدد السنوات من 6 سنين ل 7 سنين؟ هو ان الطالب المغربي كيحتج كيقول لي ما يمكنش انا نقرا ميديسين وانت تحبسني، لانه في دول اوروبيه بحال فرنسا ولا انجلترا ما غاديش يقبلوني كطبيب لاني قاري 6 سنين. كتجي الحكومه المغربيه كتجاوب كتقول لي ولدي ما يمكنليش انا نخسر عليك 120 ولا 150 مليون في لافورماسيون ديالك اللي كتبقى فيها 6 سنين ولا 7 سنين، وفي الاخر تمشي انت تداوي ليا فرنساوي ولا اسبانيولي ولا امريكاني ولا انجليزي. وبانه الخصائص الاساسي اللي عندنا في الطب ولا في الصحه بصفه عامه هو العامل البشري. اذا هذيك الهجره ديال الادمغه الحكومه فكرات بانها غادي تحاربها بتخفيض عدد السنوات من 6 سنين الى 7 سنين، وانا وديك الاطباء غادي يقراو لي ميم موديول وغادي يكون عندهم يعني هذاك الفرق اللي غيكون من ناحيه ديال لي ستاج، ودوك لي ستاج اي بوف ريكوبيري لان من بعد كيخدموا مع الدوله كيكون عندهم نورمالمون كونترا ديال 8 سنين ومن بعد بغيتي تخرج للخارج بغيتي تحل بريفي ديالك بغيتي دير اللي بغيتي. هذا هو اساس المشكل. التنسيقيات ديال الطلبه احتج المشكل اللي كاين هو انه 80% من الطلبه دايرين البويكوت 20% ما دايرينوش، مما جعل العديد من الطلبه ما يدوزوش امتحانات. وبتدخل الوسيط كانوا كيرجعوا داروا دورات استدراكيه، كاين اللي دوز كاين اللي ما دوزش، فكاين طلبه عندهم لي زيرو. نعاودوا ننظموا هذا الشيء. القرايه غتهبط من 7 سنين ل 6 سنين، الدوله بذلك تحمي استثماراتها في العامل البشري المغربي، كتقول لك انا مغربي قريته غنمشي داوي مغربي، غنخسر عليه 120 ولا 150 مليون، هادشي اللي خاصني. ثانيا كاين طلبه ما يدوزوش امتحانات، خداو زيرو في هذوك الامتحانات، دونك ولاو عندنا جوج مشاكل، ولا عندنا بغينا نقراو 7 سنين وبغينا الزيرويات تتحيدوا. ثالثا هناك طلبه فصلوا من بعد بعض الاحداث، ولات خاص القرايه من 7 سنين وخاص الزيرويات تتحيدوا وخاص الطلبه يرجعوا. خاصني نفتح واحد القوس من هذه الناحيه، وانه هذه المسائل هذو كيديروا بعض الاحتجاجات وكيديروا بعض
الاضرابات اللي كيكونوا، وانا اضم صوتي الى صوت الالاف من المغاربه اللي قالوا بانه مغربي في الزنقه ما خاصوش يتقاس. الضرب مغربي يكون كيحتجاج محتج شي حاجه اللي ما خاصهاش الدار. حنا بلد الحق والقانون وبلد يعترف بكرامه المواطن المغربي. اذا هذا ولا هذا الشيء غير مقبول بتاتا، انه واحد السيد اللي قرا ومزيان ومتفوق وان شاء الله غيولي طبيب ويتضرب في الزنقه، لا. وكنتمنى بانه يكون مخرج للطلبه اللي الان تم الاعتقال ديالهم ولكن المتابعين في حاله صراح. واخا اذا الاشكاليه ديال 6 سنين ولا 7 سنين، الاشكاليه ديال لي زيرو اللي تعطاو، الاشكاليه ديال الطلبه المفصولين اللي خاصهم يرجعوا. كاين هناك خلافات حتى ما بين طلبه الاطباء اللي بويكوطاو واللي هما 80% واللي ما بغاوش بغاو يكملوا قرايتهم اللي هما 20%. هناك كذلك مطلب من الاطباء انهم يعطيوهم مكاتب ديال التنسيقيات وسط لي فاكولتي، والحكومه ترفض رفضا باتا هذا اللي كتقول لك هي ما كتعترفش بالتنسيقيات، حيت التنسيقيات فيهم واحد المشكل كيبداو يكومونسا بيلولي، يعني كيوليو يوليو بزاف. وهادشي هو اللي جعل الموضوع خطير وخرج عن السيطرة وأصبح ذلك مأزقا. كاين عندنا واحد المؤسسة في المغرب سميتها مؤسسة الوسيط، مكلف بها طبعا بزاف ديال الأطر، وعلى رأسها سي بن علو اللي هو شاب واللي كيحاولوا انهم يلقاو مخرج مع هذوك الطلبه الاطباء، وحتى كيقربوا انهم يلقاو الحل كيعاود يرجع هادشي ازير. فانا علاش درت لكم هذا الفيديو؟ باش تفهموا اصل المشكل، ها الصداع اللي كاين. كنتمنى انه يتلقى حل، كنتمنى انه هذا المشكل ما يكونوش عنده ابعاد واحده اخرى. والان لكم النقاش، واش بالنسبه لكم عاديه ان واحد يقرا في المغرب وتخسر عليه الدوله الزباله ديال الفلوس ويخرج يخدم برا ما يعاود يرد والو لبلادو؟ واش بالنسبه لكم لا، هذيك حريه شخصيه؟ نقرا انا في المغرب حيت جبتها بدراعي ونجحت بدراعي وما وراني حتى شي حد، ومن بعد عندي الحق انني نمشي لاي بلاد نخدم. واش بالنسبه لكم هذا الشد والجد باللي كاين غيوصلنا شي حاجه؟ كنتمنى بانه الموضوع يتم الحل ديالو، وهانتوما دابا فهمتوا شنو كاين، عرفتوا شنو هو المشكل الاساسي، من غير شنو كانوا كيقولوا انه الطب ما خصوش يتقرا في المدارس الخاصه وبانه لا ماشي معقول، وانه بزاف ديال الدراري اللي قبل كانوا باغيين يقراو كانوا المعدلات عاليه اللي كيطلبوا، دابا عاد عبطوها ل 12 وكاين الكونكور. فانا بغيت غير نوضح لكم الامور تعرفوا اللي كاين، وكنعاود نقولها انا ضد انه الطلبه الاطباء يضربوا، انا ضد انهم يتحاكموا ويكونوا احكام ثقيله عليهم. نتمنى بانه هذوك الوليدات يتفكوا وتطوى وتبدا صفحه جديده. وكنتمنى في هذا الدوسي هذا بالخصوص، وبلا ما نذكر السميات وبلا ما نسيسوا القضيه، كل من يصطاد في الماء العاكر يخلي وليدات المغرب بيناتهم يتفاهموا. يتكلمون عن طلبه الطب وعن الحكومه. الله يعاونكم.